مشكلة أصلا. المشكلة كي غادي دير لي هاد جي ترمي فيها الداخل نيشان راه غادي تشعر به توحد. إوا دوك أنا نفكا كي غادي ندير شي بنت شي منهم ثاني قال لك زلق ليها من جهة المصاصي ومنين تبغي ثاني قالوا لي ترمي ماشي تدخلها ليها كاع نيشان في ديك الشقيقة نيشان. انا ثاني قالوا لي منين تبغي ترمي عليها يبان قال لي واحد قال لي هي داك الا بغات نيكها الا في المثل نكتها هكذا على فمها خصك ثاني قالوا لي ديك المصاصيط اللي عندها ديك المصاصيط اللي عندها قال لك خلي القنزيسكي هكذا بعيد وقال لي ربطها ليها لتحت من جهة المصاصيط يعني كي هكذا تكون واقفه ولا تكون انت هي كي هكذا ياك هو زنطيتك راه طويل وجيبيه ليها قالوا لي بين المسيسيطات كي هاك ماشي قالوا لي دوك هو القنزيز كي هاك هكذا قنينيز وانت خصك تزلق ليها كي هاك تحت القنزيز كي هاك هما قالوا لي لا الا خفتها توحل خلي القنزيز كي هاك خلي التينه بعيده وهاد ودوك المصاصيط هذوك هاد الحراكيف منا قالوا لي لبطها كي هكذا مشيت الحراكيف وخلي غير هكا الرويس كي هكذا يخرج وتبقى محسوب كي هكذا ترمي غير قدامها وتسلم عليها من تما هادي زينه مليحه هادي مليحه انا قالوا لي غير تحت المصاصيط من تما عتقه وصافي بصح ما غاديش تدخل ليها تحت كي هكذا ديريكت غير دوك المصاصيط مشيت تزق حاشاك من تما دخل غير هكا الرويس يعني كي هكذا وهي تشدها كي هكذا تقرص عليه من المصاصيط وتبقى تسلم وتنحت قالوا لي وتبقى داك الما ترميه ليه قدامها يجي قالوا لي ما توحل والو بصح هذه زينه وي ليه